ولست أشك أن الله تعالى سيظهر نسلها إن كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوص خيرا بها. فلما ولدت له الرضا عليه السلام سماها الطاهرة. قال: وكان الرضا عليه السلام يرتضع كثيرا، وكان تام الخلق. فقالت: أعينوني بمرضع. فقيل لها: نقص الدر. فقالت: ما أكذب، والله ما نقص الدر، ولكن علي ورد من صلاتي وتسبيحي، وقد نقص منذ ولد. وهذا مما يدلل على شدة حرصها على العبادة والتزامها بوردها والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب له بفنون الطاعات. قال الحاكم أبو علي: قال الصولي: والدليل على أن اسماء تكتم قول الشاعر يمدح الرضا عليه السلام: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم. أتت نبي للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. وقد روى قوم أن أم الرضا عليه السلام تسمى سكنا نوبيا، وسميت أروى، وسميت نجمة، وسميت سمانة، وتكنى أم البنين. وعن أحمد بن علي الأنصاري قال: حدثني علي بن ميثم عن أبيه قال: لما اشترت حميدة أم موسى بن جعفر عليه السلام أم الرضا عليه السلام نجمة، ذكرت حميدة أنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يا حميدة أبي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض. وهبتا له، فلما ولدت له الرضا عليه السلام سماها الطاهرة، وكانت لها أسماء منها نجمة وأروى وسكن وسمان وخيزران وتكتم، وهو آخر أساميها. قال علي بن ميثم: سمعت أبي يقول: سمعت أمي تقول: كانت نجمة بكرا لما اشترتها حميدة. وعن هشام بن أحمد قال: قال أبو الحسن الأول عليه السلام: هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ قلت: لا. فقال عليه السلام: بلى، قد قدم رجل أحمر، فانطلق بنا. فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل، فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق. فقال له: اعرض علينا. فعرض علينا 9 جوار، كل ذلك يقول أبو الحسن عليه السلام: لا حاجة لي فيها. ثم قال له: اعرض علينا. قال: ما عندي شيء. فقال له: بل اعرض علينا. قال: لا والله ما عندي إلا جارية مريضة. فقال له: ما عليك أن تعرضها. فأبى عليه، ثم انصرف عليه السلام. ثم إنه أرسلني من الغد إليه فقال لي: قل له: كم غايتك فيها؟ فإذا قال: كذا وكذا، فقل: قد أخذتها. فأتيته فقال: ما أريد أن أنقصها من كذا. فقلت: قد أخذتها وهو لك. فقال: هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ فقلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟
فقلت له من نقباء، فقال أريد أكثر منه، فقلت ما عندي أكثر من هذا، فقال أخبرك عن هذه الوصيفة أني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت اشتريتها لنفسي، فقالت ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك، إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلا حتى تجد منه غلاما يدين له شرق الأرض وغربها. قال فأتيته بها فلم تلبث عنده إلا قليلا حتى ولدت له عليا عليه السلام. وعن أبي هارون أنه قال لما ابتاع أيتكتم جمع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قوما من أصحابي، ثم قال والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ووحيه. فسئلا عن ذلك فقال بينما أنا نائم إذا تاني جدي وأبي ومعهما شقة حرير فنشرتها، فإذا قميص وفي صورة هذه الجارية، فقال يا موسى ليكونن من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك. ثم أمرني إذا ولدت أن أسميه عليا، وقال لي إن الله تعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده وكذبه وعانده. روي أن السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام هي أخت الإمام الرضا لأمه، فأمهما واحدة وهي السيدة تكتم، وهي من قد عرفت فضلها وعقلها ودينها، وأبوها مثله كمثل الشمس في وسط السماء، فهو معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، والذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجنة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر. فالسيدة المعصومة عليها السلام قد ولدت في بيت لا يتنفس فيه إلا عبير التقام، ولا يرتضع فيه إلا بلبان الإيمان، ولا يتربى فيه إلا بتربية القرآن، ولا ينال فيه إلا من رواي العلم، ولا يطعم فيه إلا من رياض الخلق والأدب والطهر والعفة. وأما تاريخ ولادتها ذكروا أنها سلام الله عليها قد ولدت في المدينة المنورة في غرنة ذي القعدة من سنة 73 ومات للهجرة النبوية الشريفة. قد ولع أهل البيت عليهم السلام باسم الزهراء فاطمة لحبهم لها وتقديسهم إياه، فأكثروا من هذا الاسم في بناتهم تيملا بذكرها وتفاؤلا باسمها هذا الاسم الذي اشتق من اسم الله تبارك وتعالى، كما ولعوا باسم محمد وعلي، فسموا أكثر أبنائهم بما فكان أولهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد.
أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام عليك.